بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمه وعلى اله الطاهرين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، السلام عليكم اخوتي الكرام ورحمه الله وبركاته. آه نواصل في قصه يوسف عليه السلام وآياته من حيث انتهينا. آه الان آه سندخل في مساله او خرافه تقطيع الايدي والسكاكين والهم بها همت به وهم بها لنعيد موضعه الامور كما يليق بكلامه سبحانه وتعالى ثمه امر لابد من تقديمه وفهمه قبلا آه وهو ان القص او الحكايه او السرد باعتباره الطريقه التي تحكى القصه بها ممكن ان تاخذ لها كما يقال طرق السرد المتسلسل السرد المتقطع والسرد التناوبي المتسلسل احداثه متراتبه زمنيا لينير دون قفز ودون تداخل منعا أل للتشويش ومن هو السرد التاريخي كانك تقرا من روزنامه أه المتقطع غير ملتزم بالخطية الزمنية فممكن أن يبدأ من أي نقطة ويمكن أن يحذف مشهدا أو يلخصه أو يعود لاسترجاع آخر التناوب ينتقل بين مجموعة من القصص تتناوب فيما بينها لترسم النهاية الأكيد أن سورة يوسف ليست سردا متسلسلا فهذا ما أفضى لخطأ أو أخطاء التفسير بل هو على تسلسله لأنه سرد متقطع محوره وموضوعه يوسف فقط تدور معه آلة التصوير حيث دار السرد التاريخي عنصر الزمن هو المتحكم في التوالي والتسلسل السرد الموضوعي الغرض هو المتحكم في التقديم والتأخير في السرد التاريخي نموذجه مثلا أن تبدأ قصة شخصية من المهد إلى اللحد في القص الموضوعي قد تبدأ حتى من اللحد ثم تعود للمهد أو تصنع فلاش باك كما يقال أحسن القصص معبأ بالأغراض وليس غرضه السرد التاريخي والتسلسل الزمني القرآن الكريم لا يبدأ أحداث القصة وفق ترتيبها الزمني دائما، بل بالأكثر أهمية بالعرض لمناسبة أغراضه التي تدل عليها هوية السورة ورسالتها وللتشويق وحسن القص وجودة السبك. راجع سورة الأنفال مثالا. ستجد أنها بدأت بالنهاية. يسألونك عن الأنفال. الآية رقم واحد الآية الأولى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين هذه الآية رقم واحد في سورة الأنفال نقطة زمنية ما بعد الانتصار في بدر هذا بعد الانتصار في بدر وغنائم وما غنائم وتقسيم غنائم وخلافات على تقسيم غنائم يسألونك عن الأنفال بعد المعركة بعد الانتصار في بدر اختلفوا في الغنائم ثم انتقلت لقص مشاهد البداية سوى فلاش باك وكيف أن البداية كانت بكراهة ممن يثير الخلاف الآن في الغنائم بعد النصر الذي كان من الله لا منهم ومن النصر إلا من عند الله فبدت قالت كما أخرجك ربك من بيتك بالحق للمعركة وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الذين الآن يحاولون يثيرون الخلاف الغنائم وكيفية تقسيمه هذه الآية رقم خمسة الآية رقم خمسة هي نقطة ما قبل المعركة الآية رقم واحد نقطة ما بعد المعركة الآية رقم خمسة نقطة ما قبل المعركة فالزمن راجع بالمقلوب وأمثلة على ذلك هنا في سوره يوسف التالي الان ناخذ امثله من اخذنا النموذج من سوره الانفال نذهب الى سوره يوسف بنسرد ثلاث امثله في, في سوره يوسف ترينا ان تسلسل الايات فيها ليس زمانيا بل لحكمه بحسب الغرض المثال الاول ممكن الواحد يفتح القران ويشير على هذه الايات لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين هذه الآية السابعة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين رقم سبعة الآية السابعة بينما موقعها لو أردنا أن نضع لها موقعا من حيث التسلسل الزمني سيكون قبل الآية الثالثة قبل الآية الثالثة أي قبل نحن نقص عليك أحسن القصص لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين لأنها لقد كان في يوسف وإخوته آيات السائلين موجودون هنالك سائلون جاءوا يسألون عن هذه القصة فلأن هذه علة القص حسب الفرض سائلون يسألون عن قصة يوسف وإخوته فها نحن نقص عليك قصته أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص التي تفيد بعبرتها واقعك وواقعه أي التاريخ لو بغينا نحطها في, في 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 مسار تاريخي لكانت هذه الآية رقم سبعة تتقدم على الآية رقم ثلاثة إذا فما حكمة هذا التأخير ليش أخرت لتكون رقم سبعة أخرت لأن تقرير بأن إنزال السورة في الحقيقة ليس بسبب السائلين. وإن كانت بوجهة ثانوية جاءت بعد سؤالهم وكونهم مستهدفين بها أيضا السائلون. وفيها آيات وعيد أصلا للسائلين. بل أنزلت السورة لمقتضيات رسالية أهم. محورها المحاكاة بين محمد صلى الله عليه وآله نقص عليك عليك الذي يقص عليه محاكاته مع يوسف عليه السلام بطل القصه فالسوره لمحمد يوسف التنزيل بالاعتبار الاول وللسائلين بالاعتبار الثاني لذلك اخر رتبه لقد كان في يوسف واخوته آية السائلين تكون رقم سبعه لألا تكون هي سبب القص بشكل اولي مع ان زمن التساؤل سبق زمن القص من حيث الزمن تساؤل سبق سبق نزول القص المثال الثاني، الآية رقم عشرة، كلام الإخوة، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، هذه تقدمت بينما موقعها، هي رقمها عشرة، لكن موقعها من حيث التسلسل الزمني لو أردنا أن نضعها، في 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 سياق زمني احداث زمنيه فستكون هي وسط الايه 15 بعد عباره فلما ذهبوا به مفترض فلما ذهبوا به الآية رقم الآية رقم 15 تقول فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لكن الآية رقم 10 موقعها في نصف هذه الآية فلما ذهبوا به قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيادة إن كنتم فاعلين قال قائل لا تقتلوا وأجمعوا بعد هذا الكلام أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبي أنهم هذيك الآية موقعها في هنا نصف الآية رقم 15 إذا أن أخوة يوسف لم تكن تكن لهم خطة مسبقة لقتل يوسف حينما أخذوه من أبيه أو التخلص منه ما أنهم كانوا ينون ذلك وإنما الأجواء التي عاشوها في الرحلة رسمت لهم ملامح الخطة مدعمة بكلام أبيهم وأخاف أن يأكله الذئب الذي حيدهم من قتله بتصريح بها لكن لم يمنعهم من استعارتها كتغطيه على نفيهم يوسف وتغريبه فهم ذهبوا بيوسف فعلا وتركوه فعلا عند متاعهم كما قلنا مساء من منهم كان ينبئهم اعاد لهم هذه المشاهد تركوه فعلا عند متاعهم واغنامهم يوسف خلك يعني وسووا تمثيليه انهم بروحين السابقون وذهبوا بعيدا يستبقون في الركض ظاهرا ثم يستبقون في خطط الشر عارف حقيقته ذهبوا بعيد تأمرون حتى استقروا على الخطه التي اجمعوا عليها وما كنت لديهم اذ اجمعوا وهم يمكرون اجمعوا عليها فرجعوا ليوسف الذي كان ينتظرهم عند متاعهم عند متاعهم لا من وجدنا متاعنا عنده فرجعوا ليوسف الذي كان ينتظرهم عند متاعهم رجعوا لكن لا كإخوة بل كذئب إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وأن المسافة بينها به هاء به فلما ذهبوا به وأجمعوا وواو وأجمعوا ذهبوا به من عند أبيه وواو أجمعوا مسافة بين هاء والواو هاء به واو أجمعوا هي مسافة انضغط فيها كل وحشية الإنسان وتآمره على أخيه وغدره وانحداره وتحوله كما تتحول البشر إلى ذئاب تعوي في قمر منتصف الشهر هي مسافة محزنة مخزية مؤلمة تختزن مقطعا تاريخيا لم يرى له مثيل قط عشرة ذئاب إخوة أحاطوا بأخيهم الإنسان وراحوا يتسابقون في الغدر به بلا ذنب سوى أنه أصلح منهم وأنقى وقرروا محوه من وجودهم ليكونوا هم الصالحين بعد أن كان هو وتكونوا من بعده وتكونوا من بعده من بعده قوما صالحين صلاحك مبعثه من نفسك وفي داخل نفسك لا في وجه احد من الناس وجه ابينا ولا بمحويك احد الصالحين لتاخذ مكانه فالصلاح ليس هو بالشكل والوجه واللسان والتنطع والمحاكاه فالتنمر على التلميذ المتميز المجتهد لتغييبه عن حضور الصف لن يجعل من الفاشلين ناجحين لدى المعلم ولن يزيد في علاماتهم او يقدم في مراتبهم. معادله اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين معادله الفاشلين. قتل الاخ المنافس، الاخر المنافس، المنافس المتوهم، لن يفضي الى صلاح ابدا. المعادله الصحيحه هي اقتلوا يوسف لن يخلو لكم وجه ابيكم ولا وجه ربكم ولن تكونوا من بعده قوما صالحين بل ستخسرون انفسكم الى الابد. قاعده اثبتها القران ولن تسقط مدى الدهر منذ قابيل فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. اخ في الدين او في الانسانيه اي محاولات قتل اخ ادمي ماديا او معنويا من قبل نفس يجعلها من الخاسرين نقطه ومن يقول غير هذا فقد نطق الشيطان على لسانه لان الشيطان للانسان عدو مبين فاذا كان الترتيب الزمني للاحداث هو ترتيبا اخر وبعيدا عن القص الخرافي ورجوعا الى السنن والعقل فنسال الباحثين واحد هل كان هناك تقديم لايات اخرى حقها التاخر زمنيا اثنين، ما معنى همت به وهمّ بها بناء على هذا الترتيب؟ وبمنأى عما ساد مما لا يليق بيوسف او لا يليق بالحكمه. ثلاثة، ما هو برهان ربه؟ لولا ان راى برهان ربه الذي لولاه لتواصل الهم والهم ولم يصرف عنه الكيد. أربعة، ما هي السكين التي آتتها زليخة لكل واحدة من النسوة وآتت كل واحدة منهن سكينة وش هي هذه السكينة خمسة لو كانت حادثة الإغواء والاتهام على أن هيت لك وغلقت الأبواب معاذ الله إنه ربي سبق الباب إلى آخره لو كانت هذه الحادثة المزرية حادثة الإغواء والاتهام والرمي بالفجور ليوسف وقعت بالامس او الامس القريب. فكيف استجاب يوسف اليوم وخرج على النسوة وقد انفصمت العرى بينه وبين سيدته. هذا سؤال مركزي كان ينبغي للتفسير الوقوف عنده مليا. كيف لتلك الحادثة الشنعاء التي القت جوا مشحونا غاضبا وأوقعت الخصومة الشديدة بين يوسف والمرأة وتدخل الزوج الغيور بغضب يمكن أن يعقبها بعد يوم أو أيام أن تأمر المرأة يوسف ليخرج على نسوها بطاط مثلها ويطيعها وكان شيئا لم يحصل ستة ما هو وقطعن أيديهن وكيف فالآن نأتي للمثال الثالث على سرد تاريخي أو غير تاريخي موضوعي وهو مفتاح حل السؤال المفتاحي الذي الآن سألناه وسائر المفاهيم والعبارات المرافقة سكين قطعنا أيديهن همت به وهم بها إلى آخره كل حل إذا عرف هذا المثال الثالث للمسار التاريخي الصحيح الآية 30 إلى 32 ممكن اي شخص يراجع القرآن ويجد هذا وقال نسوة في المدينة امراة العزيز تراود فتاها عن نفسه الى اخره الى اخره الى ان اتت بهن وسوت له وليمة وكذا واخبرتهم اخرج عليهن بعدين قالت لهم قالت فذلكم هذا الشخص هذا هذا الخادم الوضيع كما قلتون الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين هذه الآية ثلاثين واثنين وثلاثين موقعها من حيث التسلسل الزمني من حيث التسلسل الزمني هو قبل المراودة الختامية الكبرى أي قبل الآية ثلاثة وعشرين الآية التي قالت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه هذه آية عنوان عريض مانشيت ما كما يقال، وين الأخبار صدرت بها الآيات وأتت بخاتمة المراودات وأكبرها أكبر أكبر المراودات أكبرها فضاعة وفجورا حين انفجرت بمشهد تغليق الأبواب عليه لترينا المشهد النهائي كما كان في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال هذا آخر مشهد بعد المعركة وهذا اخر مشهد المشهد النهائي اولا اتي به ثم ترجع في فلاش باك لترينا كيف كان مبتدا هذا المشهد البغيض من مراودات صغيره وتعفف يوسفي فاحت وتناهت اخباره حتى بلغ صاحبات زليخه ثم ادى الى اجتماع النسوه التي تم تدبير كل شيء فيه حتى بلوغ المشهد المفجع هذا هذا شرحه طويل لكن بلغه بسيطه اجتماع النسوه للكيد بيوسف تم قبل اختلاء زليخه به وتغليقها الابواب ومراودته بفجاجه ثم الانفضاح امام الزوج، هذا الامر طمر عن التفسير طوال التاريخ بسبب اثر القصاصين الذي ادى لتغييب تحقيق مقوله القران او النظر فيها بعمق. اتفق التفسير والقصاصون على السكين وآتت كل واحدة منهن سكينا اتفقوا على السكين نايف ك ان اي اف اي نايف سكين واختلفوا في الفاكهة فالبعض قال تفاحا والبعض برتقالا والبعض اترجا والحقيقة أن القرآن لم يذكر فاكهة أبدا لكنهم أضافوها إذ ما فائدة السكين بدون فاكهة لتقطيعها حتما هناك فاكهة والبعض قال لعل المتكأ هو الفاكهة وأعتدت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينة فالبعض قال لعل المتكأ هو الفاكهة أو الطعام أو قد يكون تقرأ مو هكذا تقرأ المتك متكن وهو الاترج كما يقال بلغه القبط. مع ان متكأ كما هي مكتوبه يعني مجلس يتكأ فيه. قال تعالى: على الارائك متكئون، متكئين على سرر، متكئين على فرش، متكئين على رفرف وسائد مرتفعه يعني. لو انهم سالوا سؤالا واحدا فقط قبل الانزلاق. لماذا لم يذكر الله الفاكهه؟ لو بداوا بالشك كما بدا ديكارت لربما انفتح العقل لهم بشيء. يقول الحسن بن الهيثم عالم البصريات والذي لولاه لما لبسنا نظارات اليوم ولا سجلنا فيديو ان حسن الظن بالعلماء السابقين مغروس في طبائع البشر وهذا كثيرا ما يقود الناس او الباحثين الى الضلال. ويعوق قدرتهم على كشف مغالطاتهم والانعتاق الى معرفه جديده من الحقائق. انتهى. وكما اشبع التفسير وكتب العقائد وعصمه الانبياء الاف الصفحات والوان الفرضيات والاراء في ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه لمحاوله استكشافها بعيون لم تعرف ما حصل وكيف ومتى حصل فكذلك تكلم التفسير كثيرا في حادثه السكين وتقطيع ايدي النسوه الى درجه الاسفاف واللا عقلانيه غافلا ان الله لا يقول الا الحق وما يعقل لذلك بدا سوره يوسف انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ولذلك تجاهل التفسير الاتي واحد ان فعل قطع وقطع كما في معجم مقاييس باب القاف والطاء وما يثلثهما قطع القاف والطاء والعين اصل صحيح واحد يدل على صرم وابانه شيء من شيء صرم وابانه شيء من شيء والحقيقه ان هذه دلاله اتت من دلاله صوتيه طبيعيه لعمليه التقطيع وجدرها قط قط وكل التصويتات المشابهة هذه القا والقا والجا وال... كل التصويتات المشابهة والطا والدا والتا تاخذ كل كل صوت ياخذ أشباهها عمود أشباهها كذي طيف طا تاو داو والثاء كلها طيف واحد والزاء أيضا اللي يقلبون الحروف قط جطع جت جث قد كد كز قص جذ جز جث الى اخره يعني واجد كلها من الصوت نفسه واشتقت منها كلمات كثيره مثل قدر قطر قدوم وله فعل كت ايضا بالانجليزي صوت هو صوت اساسا سوى شجره من المفردات شجره شجره هائله فالسؤال إذا كان التقطيع إبانة وفصل كما يقول بن فارس مع مقاييس اللغة كيف أبانت النسوة بالسكاكين أيديهن كما قال البعض وهو أمر مستحيل عقلا وعلميا وطبيا مستحيل أن تعطي نس 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 امرأة سكين وتقطع الكف مالها كله يبين انفصل فاليد لا تبان إلا بسيف قاطع أو بساطور ويحصل مضاعفات وتشوهات قد تفضي للموت غير الصدمة أساسا يغمى عليها وتموت وإذا كانت مجرد تجريحات وخدوش تدمي الأكف كما خفف آخرون قالوا لا هي مجرد خدوش سوى خدوش وأدمت و... الأكف مع أن اللفظ قطع أو قطع والخدش في اللغة ليس قطعا ولا تقطيعا ولسان العرب غير ما يضعه أهل التفسير ثم يعاد استيراده وفرضه على اللغة العربية قصة ثانية أيضا على العموم كيف اجتمعت جميعهن هاي النسوة على الفعل نفسه وكأنهن روبوتات ودون ما شعور كيف اجتمع الجميع نفس الحركة ثم كيف ليوسف أن يرصدهن هكذا يؤذين انفسهن سواء يبترون الايد او سواء يجرحون ولا يحرك ساكنا وينبههن وكانه تمثال دون مشعور بل فقط يستعرض ذهابا وايابا كما زعموا ثم هل الماخوذ ضبه المذهول يواصل ما هو فيه من شان ام يتوقف كما اخبر القران عن حال الساعه انه بها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل يتوقف الواحد في حال الذهول ويواصل أعد تمثيل المشهد تصور لا تتخيل تصور نسوة جالسات وتصورهن يأكلن فواكه وتصور أن كل واحدة فعلا لديها سكين تصور ثم تصور أن شابا فائق الجمال يدخل عليهن ستجد أن المشهد الذي أنتجه التفسير مستحيل لأن النسوة لسنا متزامنات في مسك السكين مروبوتاتهم ولا في حركاتهم فلسنا فرقة أوركسترا يعزفنا معا اثنين السؤال المفتاحي الوحيد للخروج من مأزق التفسير من مأزق التفسير ولفهم القصة بانسياب وتعقل وهو بابها الوحيد بل الوحيد فقط إذا كان كما قلنا قلنا لكن الآن نفصل فيه إذا كان قد وقع الفصال والخصومة بين يوسف والمرأة بحادثة المراودة الكبرى الفجة تمزيق القميص والافتضاح أمام الزوج والشهود انفصال كامل الآن ورمته بالتهمة وأرادت سجنه فكيف أطاع يوسف المرأة بعد تلك الحادثة البغيضة وبعد انكشاف نوايا المرأة وعدوانها الجنوني ومواصلتها كيدها ووقيعتها المستميتة به لاغتصابه وبعد أن رمته بتهمة الفجور والخيانة وأنه حاول اغتصابها وهي نائمة كما قالت التوراة وطالبت بتعذيبه وسجنه كيف عادت المياه لمجاريها ورضي أن يخرج إلى نسوة كيدهن عظيم هن والمرأة التي تكيده سواء فهل هو يعينها في إغوائهن؟ يساعدها في تبرير جريمتها معه هون ام هو مستغفل وساذج ومقطوب الذاكره ام عبد ذليل ومامور وعليه ان ينفذ كل ما طلب منه هذا هو يوسف المشتبه هذه هي البدايه المنطقيه والمفتاحيه لماذا وافق يوسف ان ياتمر لسيدته الخاطئه وبعد حصول العداء بينهما فيخرج على النسوة اللاتي سيقطعن ايديهن بعد وقوع المراوده الفجه بالامس القريب وبالتالي الخصومه بين سيدة القصر وخادمها التقي واصراره على تركيعه ليس لها كما قلنا الا جواب واحد وهو ان القص القراني ليس سردا خطيا فالمراوده الوقحه الفجه لم تحصل بعد لم تحصل هذا هو الجواب الاكيد والتوراه لمحت لذلك ايضا انا اقرا في سفر التكوين في تسلسل هذا الحدث مع مع شحة ما قالته وعدم انضباطه تماما بل ولم تأتي بذكر النسوة التوراة أصلا ذكر النسوة هذه لم تأتي بها لأنه في مجمله يتوافق شيئا ما مع مع صحة التراتب والتسلسل الزمني حيث نص بوجود مراودات سابقة تختلف في تقييمنا لها ليس كما ذكروا اختتمت بالخلوة والمراودة الفجة التي تم فيها جذب الثوب وهروب يوسف تقرأ في التوراة وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اضجع معي هذا الشيء الآن لا غير صحيح ولكن تم بوجود محاولات تحرشات وما أشبه فأبى وقال لامرأة سيدي هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعه إلى يدي ليس هو في هذا البيت أعظم مني عنده يعني ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله هذه مرات لكن ليس كما قلنا بهذه الكيفية والفجاجة تواصل التوراة وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما يوما فيوما أنه لم يسمع لها يعني دائما تعال الضجع معي تعال الضجع معي نحن نقول ان المراودات مو بهذه الكيفيه ولا بهذه الفجاجه. وكان اذ كلمت يوسف يوما فيوما انه لم يسمع لها ان يضجع ان يضجع بجانبها ليكون معها. قلنا هذه هذه الحركات دي اللي تواصلت يوم بعد يوم بعد يوم، هذا هذا هو اللي علمت بالنسوه واجتمعت معهن بشانه للتخطيط لما هو اكبر. وطلبت من يوسف الدخول عليهن. وبعدين اخر شيء التوراه تقول ثم حدث نحو هذا الوقت انه دخل البيت ليعمل عمل اهله يوسف ولم يكن انسان من اهل البيت هناك في البيت هذا المخطط الدار وزعت الاولي والتالي فامسكته بثوبه قائله اضجع معي فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج الى خارج هذه هي المراوده الكبرى التي بدأ بذكرها القرآن وهي خاتمه الأمر، وهناك مراودات سابقه وهي التي بمقتضاها سمعت النسوة واجتمعنا بها ثالثا وهذا أهم تساؤل لنقد كل ما قيل لدرجة أن كل تفسير بلا استثناء قد غفل عنه. كل تفسير غفل عن هذا الشيء. كيف لامرأة عادية، امرأة عادية زليخة مو نبية طفحت شهوتها وغلب عقلها وأرادت خيانة زوجها أن تعلم الغيب فتعد مسرح العملية وتأتي بنسوة وفواكه وتؤتي كل امرأة منهن سكينا جارحا وتخطط لخروج يوسف فجأة عليهن فيصدق ما خططت له بالتمام اذ تقوم النسوه كل واحده منهن بتقطيع يدها بالسكين الذهول والاعجاب كيف لامراه عاديه ان تعلم بنتيجه كهذه لا يوجد احد في العالم في العالم ممكن ان يعلم او يتنبا بنتيجه كهذه لا يوجد بل الحق العكس ان اكثر اهل العالم بل كلهم لو تركوا عقولهم فلن يصدقوا أبدا هكذا نتيجة لن يصدقوا أن نسوة مرموقات إذا ما وضع أمامهن فاكهة وسكين فسيقطعن كلهن أيديهن بالسكين لمجرد مرور رجل فائق الوسامة والأدب أمامهن هذا فقط سيناريو موجود في مخيله من يؤلف ويخترع قصص الف ليله وليله من الليالي الملاح، لذلك علينا التفريق بين ما قاله الله وما تقصه التفاسير من مخيلات الرجال ويقدس كدين. وللخروج من الجحر العقلي لنعكس الامر. وبعيدا عن مجتمع التدين والعفه لنحاكي ذلك المجتمع الذي تورط فيه يوسف. تصوره مثلا فيلم تركيا كالتي اغرقونا بها رجل نفترض نموذج محاكي عشق فتاة فائقة النعومة والجمال تعمل موظفة لديه وهام بها حتى تغيرت أحواله وهي تتمنع منه لامه أصحابه العشرة عند أصحاب عشرة أو 12 على قلة عقله وعدم ضبطه نفسه فالنساء كلهن سواء أراد إثبات خطأهم دعاهم إلى مطعم راقي حاجزا طاولة تسعهم في صالة خاصة ودعا بالسر موظفته الفتاة هذه الحسناء تأتي في كامل زينتها وناقتها لتعينه في صفقة مثلا هو قال له عندي صفقة إذا سوى قابل كما أوهمها رجال أعمال في موعد حدده له لا لا حدد, حدد لهذه الفتاة أنه يعني بعد حضور رفقته بربع ساعة الآن تصور الرجال الأصدقاء العزاب جالسين أخذين راحتهم في الغرفة إذا سامرون على طاولة الطعام وتدخل هذه الفتاة بأناقتها وجمالها الفاتن عليهم فما الذي سيحصل؟ خذ لقطة أو شغل آلة تصوير خفية هناك ما الذي ستلاحظه في لقطات تلك اللحظة؟ هل ستلاحظ أن العشرة رجال بتروا أيديهم بالسكاكين وطشرت الدماء على الطاولة أو جرحوا أكفهم؟ ناهيك عن جرحوها كلا مستحيل ما الامر الذي لو فتشت في الصوره او في الفيلم ستجد ان الكل فعله الكل فعله ستجد ان الكل حاول تعديل هيئه جلسته والكل تسمر وتوجه بنظره اليها وحدق فيها وربما بعضهم بفم فاغر والكل حاول يعدل من شكله أو قوامه أو شعره بطريقته الخاصة والكل نوى تكليمها أو تحيتها ولو بإشارة والإيماء الكل يحاول أن يعطي انطباعا أنه معجب وأنه يستحق الإعجاب المتبادل ها هذه الملاحظة اللي ممكن تلاحظها على الجميع وتسجل هذه الإشارات بإمكان صديقهم أن يقول لهم بعد إذن وبعد تسليمها الملف ورحيلها ها تبدلت احوالكم ارايتم هذه هي التي لمتموني فيها ولكن لو كان الذي دخل عليهم عامله المطعم ذات المنظر العادي بزيها الرسمي فلن يقطعوا سوالفهم ولن يعدلوا من جلستهم ولن يتسمروا في مكانهم ولن يبهتوا وربما حتى لن يابهوا بها وينظروا اليها إن القرآن حين يصف كلماته يصفها بحكمة فحين ذكر متكئا واعتدت متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا ذكر متكئا وسكينا لابد وأن يوجد ترابط بين الاثنتين بين المتكئ والسكين كما لابد وأن تكون المفردتان جزءا من خطة المكر بالنسوة يعني المتكأ والسكين أي مفردات سليخة وكمفردات للمكر فلما سمعت بمكرهن لابد أن تكون دين المفردتين جزء عنصرين مهمين من خطة المكر بالنسوة لذلك ترى التفسير يحاول المجانسة بين المفردتين فمن جعل معنى متكئا مكانا للجلوس بارتياح كالسرير والأريكة والفراش وهو الصحيح اضطر ليضيف كلمة توسط وتربط المتكاء بالسكين وهو ايش؟ الطعام فقال متكئا بين قوسين وطعاما وسكينا حسنت هذا الرأي أن الإعداد هو فعلا للمكان لا للاترج او البرتقال او التفاح فعلا متكئا مكان وبعض افترض ان المكان موعد سلفا الله ما ذكره فجعل الرابط مباشرا وقال متكئا اي طعاما وهو الاترج متكن يعني ومعه سكين حسنة هذا الرأي انه ادرك وجوب ارتباط المتكأ بالسكين لكنه اخطأ في تفسير المتكأ المتكأ واضحه فلو كان اترجا لقال واتت كل واحده متكأ وسكينه اتت كل واحده متكأ وسكينه مو أعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينه اما سيئت كلا الرايين انهما فسر السكين باله القطع والذي اوهمهم هذا هو عباره فقطعنا أيديهم فما دام تم تقطيع ايدي إذاً لابد أن تكون السكين آلة تقطيع حادة، استدلال سريع، لذلك، فأولاً لن يجد رابط السكين بالمتكأ إلا واحد بإضافة الطعام بينهم أو اثنين بالتحوير المتكأ إلى طعام، وثانياً لن يدرك سر دخول المتكأ والسكين في عملية المكر بصورة منطقية يقبلها كل عاقل. والذي هو نفسه سر ذكر القران للمتكئ، فلا يمكن ان يكون دون مغزى واعتدت لهن متكئ، ما يمكن ان تكون كلمه متكئ موضوعه من دون مغزى. فاذا كان المتكئ مكان الجلوس بحيث يسند الجالس ظهره او جنبه الى شيء. فما هو هذا الشيء الذي يحتاجه من يريد الاتكاء في المتكأ ليظل ساكنا مرتاحا؟ انه شيء يستند عليه كالوسائد الوسائد متكا زائد السكين يساوي مجلس الاتكاء زائد وسادة الاتكاء وسادة الاتكاء يجب أن نبدأ رافضين بإصرار قصة السكين والفاكهة وتجريح أو تجزيز الكفوف البحث عن معنى اخر لكلمتي سكين وقطعة تتناسب والمنطق العقلي واللغوي فهاتان اللفظتان المشبهتان اوقعت التفسير في الخرافه ولا معقول وبمراجعه اللغه والقران تجد المدايات الممكنه والمعقوله للفظتين سكين سكين المدية سكين الخنجر سكين الآلة القطع قالوا أنها من جذر سكنة وعللوا بأن آلة القطع مع أنها تقطع تفاح وتقطع تروج وتقطع جزر وتقطع شجر أو أي شيء تقطع أي شيء يعني لكن قالوا أنها سميت سكينا لأنها تسكن المذبوح بها أي تقطع عنه الحركة المطرقة أيضا ستقطع حركته والحجره ايضا ستقطع حركته هذا تخريج لماذا سميت السكين سكين مع ان الاحتمال الاغلب ان اله السكين ليست من هذا الجذر ولا احد يقول هذا الشيء بل هي ككثير من الادوات كلمه قديمه العربيه القديمه ان فعل قديم سك او شق او شج هذه يعني كلها تصويتات لنفس والنون للفاعليه او المبالغه لذلك تجد جذر سك بنون وبغير نون كما في تسميات السكين بالكرديه والاردو وبالسنديه وغيرها فكلها تصويتات من جذر متقارب تعتمد السين والكاف سك او شج او اما كلمه سكين القرانيه على وزن فعيل فمن جذر سكنه هدوء الحركه الطمأنينة الراحة جعل لكم الليل لتسكنوا فيه فيه سكينة من ربكم إن صلاتك سكن لهم أزواجا لتسكنوا إليها فكل ما يسكن عن الحركة فهو سكين مسكن يعني مثل صديق مصدق وسنأتي لتعينات هذه اللفظة بعد إذن وفي الألعاب الشعبية لدول الخليج تمت لعبة للأطفال تسمى سكينة أو سكون البعض يسميها سكينة أو سكون حيث يقف الطفل ساكنا على رجل واحدة لينط مربعات مرسومة على الأرض دون إنزال رجله الأخرى سكينة وسكان السفينة دفة ما يسكنها في إتجاه سيرها دون اضطراب والسكينة الراحة والطمأنينة والاستقرار فسكينة فسكي الوسادة تسكن الجالس عليها ولماذا اختار القران لف سكين بدل وساده او نمرقه وهي الوساده الصغيره آه. لان زليخه تريدهن ساكنات تماما وليست وساده او نمرقه لا يا لا هي لا, لا تريد ان تظهر زينتها عليهم او ما أشبهه لا هناك غرض تريد النسوه ان يكون ساكنات تماما بل غير قابلات حتى للحركة وتغيير أوضاعهن إلا بالتعني كبعض الأرائك اللينة والوسائد المكتنزة اللينة التي يغوص فيها المرء ويملأها فحركة القيام منها ستكون بجهد أكبر وسنرى لماذا هذا التسكين الشديد لهن الآن هل النسوة قطعن أيديهن عن أبدانهن كما قال بعض التفاسير او قطعناها عن يوسف يعني ما هو اي هل القطع عن مستهدف خارجي او من اصوله العضويه انسى قصص القصاصين وفكر ايهما الاولى بالمنطق وبالسياق وبنسيج القصه وبراءة يوسف ومراودتهن له فكر فقط قليلا القصاصون يريدون ببهاراتهم اثبات فائق جمال يوسف القرآن لا يأبه بهذه المسائل بل يريد إثبات فائق طهارة وعصمة يوسف فماذا تريد أنت أيها المفكر الحر مثلا لا تمدن عينيك ما الذي عليه فعله لا تمدن عينيك عدم سحب كرة عينك خارج محجرها كأفلام الكارتون لتومان جيري أو من أنت تطلع إلى شيء قطع التطلع إلى شيء في الخارج اقطع رجلك اقطع رجلك عن عن اماكن السفاهه، اقطع رجلك عن اماكن السفاهه لو قتل لا هل تقطعه بمنشار؟ او عن شيء اخر. اقطعوا السنتهم عن الافتراء، هل بالمقص؟ فقطع دابر القوم في القران في القران فقطع دابر القوم. ونتخيل جز مؤخراتهم مثلا او استئصال بواسير منها او او ماذا يعني؟ او بجعلهم يدبرون بلا رجعه اي قطع الطريق رجعتهم سواء بهزيمتهم النكرة او بهلاكهم. ونقول بالعاميه مش بوزك من فلان. اي قطع املك ورجاءك منه وليس بمسح الفم بمنديل. ونقول براءه الفتاه قطعت السنه القوم. قطعا ليس بالسكين. بل عن التقول عليها بالتهم وتعابير مشابهه كثيره كثيره اللغه حافله بها مدلولها المعنوي هو المراد لا المادي القمته حجرا سد فمك كل قذارتك كل من عرق جبينك وكد يمينك هل ياكل العرق؟ لو ذراعي انكسر ظهري قعدت بي اغلالي كل لساني شل لسانه بلع لسانه أكلت القطة لسانك الحياء كسر عظم لساني طال لسانه علي سلقوكم بألسنة حرقت كبدي دس أنفه فيما لا يعني حافل اللغة والقرآن حافل بهذا دس أنفه فيما لا يعني قطعا ليس لم يحشر منخاره خاره داخل أمات نفسه وذكرناه في حلقة اقتلوا أنفسكم المعنوي لا تصعر خدك أي لا تتغطرس وتعالى تتعالى على الناس وعن اليد لا تجعل يدك مغرولة إلى عنقك هل هو معنى هذا؟ اليد قصيرة والعين بصيرة ما قصد باليد قصيرة طول قل لمن في أيديكم من الأسرى أي في حوزتكم ولا في الأسرى ليسوا عصافير أو لقمة عيش ويقبضون ايديهم اي عن المعونه والانفاق يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم والكثير الكثير غيرها كلها تعابير مجازيه او معنويه تقطيع اليد كف اليد بسط اليد غل اليد في اليد اسراء في اليد لي اليد لواد راعيه قبض اليد تقصير اليد تطويل اليد كلها معنوية أي مجازية أي تعابير كما نقال تعابير هي تعبير إذا قطع لها تعينات كثيرة وليست فقط البتر والجز المادي فهي تختلف بحسب مفعولها هناك قطع الطريق بمعنى عبرة وبمعنى سده ومنعه بالسطو على المارة وقطع أمله قنطه ويأسه وقطع الوقت قضاه وقطع رحمه أو قطع أخاه أنهى صلته به وقطع يده كفه وحجزه فيقال في التحذيرات سنقطع ايدي العابثين اي سنمنعهم ويقال لا تقطع يدك عن المحتاج اي توقف اعانتك وقطع عهدا ابرمه وتجد هذا كله في القران كله كل هذا موجود في القران فلا احد يسمع قوله تعالى الا ان تقطع قلوبهم ويظنها بالسكاكين بل هذه الايه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم من سورة التوبة تحكي عن مسجد ضرار مسجد ضرار وما أكثر مساجد ضرار وفسر التفسير تقطيع القلوب إما بالموت أو بالندم فالموت يزيل ريبتهم والندم يزيلها لكن الرأيين ليس ذا قيمة لا معرفية ولا عملية فهؤلاء بنوا مسجداً فيه غايات آآ ظاهره آآ ظاهره الغايات يعني صلاح فيها صلاح صالحه وفيها اغراض خفيه دنيئه فجاء النبي وهدمه بامر الله فقرار هدم مكان مقدس سيظل قرارا مرتابا في صحته ولن يزول هذا الارتياب لن يزول لا يزال بنيانهم الذي بنوه لن يزول هذا الارتياب ابدا والنظر موضوعيا بتجرد الى صحه القرار النبوي او الالهي طالما العلاقات القلبيه العاطفيه موجوده لم تنقطع مع الـ الا اذا تم تقطيع هذه العلاقات العاطفيه والانفعالات اذ ذاك سيكون الحكم للعقل المجرد لان كل ريبه مصدرها القلب له النفس وكل شك مصدره العقل، الشك مصدره العقل والريبه مصدرها النفس، فالريبه لن تنقطع عن اي فكره، اي فكره او اي شخص. الريبه لن تنقطع عن اي فكره طالما توجد علائق قلبيه مع اضدادها لم يتم تقطيعها، لم يتم تقطيعها. "او قطعناهم في الارض امما" لن يفسرها احد ان الله جزرهم وقطعهم اشلاء وهكذا كل قطع وتقطيع معنوي ما كنت قاطعه امرا لقد تقطع بينكم ولا يقطعون واديا وتقطعون السبيل وتقطعوا ارحامكم ليس بالمقص وعمليات جراحيه هناك مره في في قناه ناشنال جيوغرافيك تمت برنامج عن رعايه حيوانات البريه اي لمحه مفيده لفهم لفهم قصه على الاقل هذا المشهد من قصه يوسف برنامج عن رعايه الحيوانات الضاله حيث هناك فرقه من المحسنين مهمتهم انقاذ الحيوانات المصابه وعادة تاهيلها لاطلاقها في بيئتها تقول عامله من هذه اصحاب البرنامج المحسنه المحسنين من العاملات تقول ان البعض من يحب الحيوانات يغبطنا لانه يظننا نداعب هذه الحيوانات ونمسح عليها طالما هي برعايتنا ولكن الحقيقه اننا وان كنا نرغب في ذلك بشده الا انه ولمصلحه هذا الحيوان الذي آه استنقذناه وليحتفظ بطبيعته الفطريه ولانه سيتم اطلاقه في بيئته فنحن نمنع ونكبح انفسنا من ان ننشئ علاقه حميمه معه او نعوده علينا ونجعل بيننا وبينه مسافه لئلا نفسد براءته البريه، نجعل بيننا وبينه مسافه. هذه المسافه هي مسافه الايدي التي ينبغي قطعها كما في الايه. هم يرغبون في لمسه. لكن براءته فطرته تمنعهم من لمسه تقطع يدهم عن الامتداد له الان نحن امام عباره مشبهه وقطعنا ايديهن فلو حذفناها لو حذفناها فقط لراينا المشهد بوضوح انهن كن مرتاحات ساكنات جدا سكين وآتت كل واحد متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة كل واحدة ثابتة ساكنة وسيتعسر عليهن تغيير أوضاعهن لو أردنا ذلك هذا هو الوضع الذي حجزتهن زليخة فيه قطعت أيديهن أي لا يستطيعون أن يقوموا تمتد أيديهن لكنها لم تقطع بقية جوارحنا جوارحنا لم تقطعها العين واللسان وبالأخص القلب يوسف كخادم لا الآن لم تحدث تلك المراودة الفجة غيرنا التاريخ يوسف كخادم مهمته الاعتناء بالضيوف المسافة التي بينه وبين الضيوف مسافة أيدي لا يمكن أن يقترب أكثر ولا ان يبتعد اكثر مسافه ايدي النسوه كمخدومات جعلت لهن زليخه المسافه نفسها اما يوسف فحبسهن في هذه المسافه فحتى لو اردنا الحركه تجاهه فالسكين الوسا الوساده المسكنه من جهه وهيبه يوسف من جهه اخرى جعلهن يتسمرن مكانهن ويقطعن ايديهن عن الامتداد له الف سبب وسبب يجعل الايدي تريد الامتداد لكن الهيبه والمشاعر المختلطه قطعت اليد المره تلو المره تلو المره اليد فقط تم تقطيعها عن يوسف اليد للعين للكلام المعسول، للرغبات اي كل اركان المراوده النفسيه والبصريه والكلاميه حصلت الا الايدي فقد تم تقطيعها لان زليخه حجزت يوسف لها حصرا ولان يوسف حجز نفسه لله حصرا فان عباره وقطعنا ايديهن تصف مشهد النسوه مكبرا ان كل ما فيهن انكب على يوسف كل الرغبات والنظرات والكلمات الا الايدي فلذلك معناها في كليتها هو نفسه حاشا لله ما هذا بشرا وهو نفسه راوته عن نفسه فاستاصم اي ابديت مثلكن كل الرغبات والنظرات والكلمات مني تجاهه كما قلتن عني مراه العزيز تراود فتاها عن نفسه، الا يدي لم تصل اليه لانه قطعها حين استعصم، وهي نفسها ما بال النسوه اللاتي قطعنا ايديهن؟ يسال الملك ما بال اللاتي حاولن بكل وسيله جسديه وكلاميه اغرائي الا ايديهن قطعنها عني لماذا لماذا قطعن ايديهن عني ما الذي حجز ايديهن ولم يحجز السنتهن اسالهن يجبنك عني ان كنت مذنبا في شيء اليس استعصامي وامانتي وابائي هو ما كف ايديهن عن الامتداد الي بمسي او تملكي وهي نفسها في مقلوبها ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه الملك حينما سألهن أي كل شيء قد فعلت 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 من لغة المراودة لا يد الاحتناق الجسدي عجزتن أن تبندها عليه فلماذا إن كان هو السبب في إغواء كنا وهي نفسها حاشا لله ما علمنا عليه من سوء <applause> لماذا كلا لم يترك لنا ثغرة سوء لتمتد أيدينا إليه لم يترك يوسف لاي واحدة منا ثغرة سوء لتمتد يدها اليه والحقيقة ان يوسف لم يكن سببا في تقطيع النسوة ايديهن عنه فقط ليس فقط النسوة من قطعن ايديهن عنه بل عن تقطيع اخوته ايديهم عنه باي سوء الاخوة ايضا يوسف قطع ايديهم عنه واهل السجن ايضا قطع ايديهم عنه فالانسان الرحماني المسالم المطمئن الخلوق المهذب الذي يشعر بالاخرين لا يستثير كوامن الاخرين او الاشرار ليفتكوا به او يحرشهم ليبسطوا ايديهم اليه بالسوء ليس يوسف وحده بل كل شاب اذا راى عصابه اشرار او شبابا متنمرين او وقف امام نقطه عسكريه للتفتيش تفتيشه فيستطيع بدماثه خلقه ولجم رعونته وغضبه وطراوه لسانه وحلاوه اخلاقه وسهوله تعامله واحترامه للطرف الذي امامه تقديره ان يجعل الطرف الاخر يقطع ايديه عن انتاج اي شر تجاهه وكل فتاه بلباسها واحتشامها وسيرتها السويه ونظراتها الوقوره واحترامها لنفسها وعفافها وقوه اعتزازها بهويتها وبربها تستطيع ان تجعل الاخرين ايا كانوا يقطعون ايديهم من الامتداد اليها بسوء كما تستطيع في العكس ان تحرش ذئابهم عليها. الى هنا سنتوقف على ان نكمل في الحلقه القادمه. فحتى ذلك الحين دمتم ايها الكرام الاعزاء سالمين في حفظ رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.